متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم. تسود أجواء مستقرة في العديد من المناطق، إلا أن المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة ربما تتعرض من وقت إلى آخر لمرور لما يسمى بالتخاريج البحرية الممطرة التي تنشأ قبالة السواحل الجنوبية الغربية من المملكة. لاحقا خلال هذا اليوم تتحسن فرص الأمطار بمشيئة الله على فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. أما بالنسبة الأحوال الجوية في العاصمة الرياض، فاليوم غيوم متفرقة ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية في ساعات النهار. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا 18-8، عرعر 18-6، وفي تبوك 22-10 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة في جدة 32-23، المدينة المنورة 28-18، مكة المكرمة 31-22، وفي الطائف من 24-13 درجة مئوية، مع فرصة في مرتفعات الطائف تتعرض لبعض الزخات المحلية من الأمطار. المناطق الجنوبية الغربية أمطار قد تكون رعدية متوقعة لمرتفعات الباحة وأبها من 18-11 في الباحة، ومن 21-9 درجات في أبها. في جازان فرص لأمطار كونها من المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة، وتكون عظمى من 28 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تكون الصغرى ليلا 25 درجة مئوية. في الإحساء شرقا 24-12، في الدمام 24-13، وفي حفر الباطن من 20-9 درجات مئوية. أما ختاما في المناطق الوسطى في الرياض 22-13، في بريدة في 22-12، وفي حائل من 19-10 درجات مئوية. نذكركم بأن يوم غد الخميس يتوقع أن تتسع رقعة حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل تدريجيا مناطق من القصيم وحائل، ولاحقا كل من جدة والعاصمة الرياض، وتستمر حتى ساعات مساء يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. إذن أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.